بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة المنافقون لابن كثير قراءة أحمد عزت. نواصل القراءة في المجلد الرابع من تفسير القرآن العظيم لابن كثير، الصفحة 68 و300، ونبدأ مع تفسير سورة المنافقون وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك ألسانهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. يقول تعالى مخبرا عن المنافقين أنهم إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأما في باطن الأمر فليسوا كذلك بل على الضد من ذلك. ولهذا قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، أي إذا حضروا عندك واجهوك بذلك وأظهروا لك ذلك وليس كما يقولون. ولهذا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول الله فقال والله يعلم إنك لرسوله، ثم قال تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي فيما أخبروا به وإن كان مطابقا للخارج، لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه، ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم. وقوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، أي اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة والحلفان الآثمة ليصدقوا فيما يقولون، فأطر بهم من لا يعرف جلية أمرهم فاعتقدوا أنهم مسلمون، فربما اقتدي بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون، وهم من شأنهم أنهم كانوا في الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبالا، فحصل بهذا القدر ضرر كبير على كثير من الناس. ولهذا قال تعالى فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ولهذا كان الضحاك بن مزاحم يقرأها اتخذوا أيمانهم جنة، أي تصديقهم الظاهر جنة أي تقية يتقون به القتل، والجمهور يقرأها أيمانهم جمع يمين. وقوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أي إنما قدر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران واستبدالهم الضلالة بالهدى، فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون، أي فلا يصل إلى قلوبهم هدى ولا يخلص إليها خير فلا تعي ولا تهتدي. وقوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي وكانوا أشكالا حسنة وذوي فصاحة وألسنة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وإذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم، وهم مع ذلك في غاية الضعف والخوف والهلع والجزع والجبن. ولهذا قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم، أي
كلما وقع أمر أو كائنة أو خوف يعتقدون لدبه أنه نازل بهم، كما قال تعالى أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. فهم جهامات وصور بلا معاني، ولهذا قال تعالى هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون، أي كيف يصرفون عن الهدى إلى الضلال. وقد قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا عبد الملك ابن قدامة الجمحي عن إسحاق بن بكير ابن أبي الفرات عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمنافقين علامات يعرفون بها تحيته لعنة وطعامه نهبة وغنيمتهم غليل ولا يقربون المساجد إلا هدرا ولا يأتون الصلاة إلا دبرا مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون خشب بالليل صخب بالنهار. وقال يزيد بن مرة صخب بالنهار. وإذا قيل لهم تعالى يستغفر لكم رسول الله لووا رئيسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يقول تعالى مخبرا عن المنافقين عليهم لعائن الله أنهم إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم أي صدوا وأعرضوا عما قيل لهم استكبارا عن ذلك واحتقارا بما قيل لهم. ولهذا قال تعالى ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون ثم جازاهم على ذلك فقال تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، كما قال في سورة براءة. وقد تقدم الكلام على ذلك وإيراد الأحاديث المروية هنالك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر العدني قال سفيان لووا رؤوسهم. قال ابن أبي عمر حول سفيان وجهه على يمينه ونظر بعينه شجرا ثم قال هو هذا. وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل في عبد الله بن أبي بن سليم كما سنورده قريبا إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان. وقد قال محمد بن إسحاق في السيرة ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يعني مرجعه من أحد وكان عبد الله بن أبي بن سليم كما حدث ابن شهاب الزهري له مقام يقومه كل جمعة لا ينكر شرفا له من نفسه ومن قومه وكان فيه شريفا. إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام فقال أيها الناس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم أكرمكم الله به وأعزكم به فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا ثم يجلس حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع يعني مرجعه بثلث الجيش ورجع الناس قام يفعل ذلك كما كان يفعله فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقال اجلس أي عدو الله لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت. فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول والله لكأنما قلت بجرا أأن كنت أشدد أمره. فلقيه رجال من الأنصار بباب المسجد فقالوا ويلك ما لك؟ قال قلت أشدد أمره
فوفد علي رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني لك أنما قلت بجرا أأن كنت أشد بأمره؟ قالوا ويلك ارجع واستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والله ما أبتغي أن يستغفر لي. وقال قتادة والسدي أنزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، وذلك أن غلاما من قرابته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه بحديث عنه بأمر شديد، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يحلف بالله ويتبرأ من ذلك، وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعزلوه، وأنزل الله فيه ما تسمعون. وقيل لعدو الله لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يلوي رأسه أي لست فاعلا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي فيه. فلما كانت غزوة تبوك بلغه أن عبد الله بن أبي بن سلول قال ليخرجن الأعز منها الأذل، فارتحل قبل أن ينزل آخر النهار. وقيل لعبد الله بن أبي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستغفر لك، فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون إلى قوله وإذا قيل لهم تعالى يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن جبير. وقوله إن ذلك كان في غزوة تبوك فيه نظر بل ليس بجيد، فإن عبد الله بن أبي بن سلول لم يكن ممن خرج في غزوة تبوك بل رجع بطائفة من الجيش، وإنما المشهور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك كان في غزوة المريسية وهي غزوة بني المصطلق. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني مخلد بن يحيى بن حبان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر وابن قتادة في قصة بني المصطلق. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم هناك اقتتل على الماء جهجاه بن سعيد بن فاري، وكان أجيرا لعمر بن الخطاب وسنان بن يزيد. قال ابن إسحاق فحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال ازدحم على الماء فاقتتلا. فقال سنان يا معشر الأنصار، وقال الجهجاه يا معشر المهاجرين، وزيد بن أرقم ونفر من الأنصار عند عبد الله بن أبي، ولما سمعنا قال قد ثارونا في بلادنا، والله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل سمم كلبك وأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من عنده من قومه وقال هذا ما صنعتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها. فسمعها زيد بن أرقم رضي الله عنه فذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو علي من عنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخبره الخبر. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله مر عباد بن بش فليضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف إذا تحدث الناس يا عمر أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن نادي يا عمر الرحيل. فلما بلغ عبد الله بن أبي أن ذلك قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فاعتذر إليه وحلف بالله ما قال عليه زيد بن أرقم، وكان عند قومه بمكان. فقالوا يا رسول الله عسى أن يكون هذا الغلام أوهم ولم يتثبت ما قال الرجل. وراح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا في ساعة كان لا يروح فيها، فلقيه أسيد بن الخضر رضي الله عنه فسلم عليه بتحية النبوة، ثم قال والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي؟ زعم أنه إذا قدم المدينة سيخرج الأعز منها الأذل. قال فأنت يا رسول الله العزيز وهو الذليل. ثم قال ارفق به يا رسول الله، فوالله لقد جاء الله بك وإنا لننظم له للخرز لتوجه، فإنه ليرى أن قد سلبته ملكا. فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس حتى أمسوا وليلته حتى أصبحوا وصبر يومه حتى اشتد الضحى.
ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث، فلم يأمن الناس أو وجدوا مس الأرض فناموا، ونزلت سورة المنافقين. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر ابن إسحاق أخبرنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجرين يا للمهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية دعوها فإنها منتنة. وقال عبد الله بن أبي بن سليم وقد فعلوها والله لو رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. قال جابر وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كثر المهاجرون بعد ذلك. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ورواه الإمام أحمد عن حسين بن محمد المروزي عن سفيان بن عيينة، ورواه البخاري عن الحميد ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان به نحوه. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن محمد بن كعب القرظي عن زيد بن أرقم قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال فحلف عبد الله بن أبي أنه لم يكن شيء من ذلك. قال فلا من قومي وقالوا ما أردت إلى هذا. قال فانطلقت فنمت كئيبا حزينا. قال فأرسل إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أنزل عذرك وصدقك. قال فنزلت هذه الآية هم الذين يقولون لا تنفقوا عن على من عند رسول الله حتى ينفضوا حتى بلغ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ورواه البخاري عند هذه الآية عن آدم بن أبي إياس عن شعبة ثم قال وقال ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الترمذي والنسائي عندها أيضا من حديث شعبة به. طريق أخرى عن زيد. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن آدم ويحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت زيد بن أرقم وقال أبي بكير عن زيد بن أرقم قال خرجت مع عمي في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي بن سليم يقول لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فذكرت ذلك لعمي فذكره عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي بن سليم وأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، ودرست في البيت، فقال عمي ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك، قال حتى أنزل الله إذا جاءك المنافقون. قال فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثم قال إن الله قد صدقك. ثم قال أحمد أيضا حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق أنه سمع زيد بن أرقم يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا كذب زيد يا رسول الله، فوقع في نفسي مما قالوا، فأنزل الله تصديقي إذا جاءك المنافقون. قال فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. وقوله تعالى كأنهم خشب مسندة، قال كانوا رجالا أجمل شيء. وقد رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث زهير، ورواه البخاري أيضا والترمذي من حديث إسرائيل كلاهما عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني الكوفي عن زيد به.
طريق أخرى عن زيد. قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد بن حمد، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي سعد الأزدي قال: حدثنا زيد بن أرقم قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معنا أناس من الأعراب، فكنا نتبع الماء، وكان الأعراب يسبقوننا إليه، فسبق أعرابي أصحابه ليملأ الخوض ويجعل حوله حجارة ويجعل النطع عليه حتى يجيء أصحابه. قال: فأتى رجل من الأنصار الأعرابي فأرخى زمام ناقته لتشرب، فأبى أن يدعه، فانتزع حجرا فغاض الماء، فرفع الأعرابي خشبته فضرب بها رأس الأنصاري فشجه، فأتى عبد الله بن أبي رأس المنافقين فأخبره وكان من أصحابه، فغضب عبد الله بن أبي ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، يعني الأعراب، وكانوا يحضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. فقال عبد الله لأصحابه: إذا ينفضوا من عند محمد فأتوا محمدا بالطعام فليأكل هو ويمنعه. ثم قال لأصحابه: لئن رجعت إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل. قال زيد: وأنا أعرف عني. قال: فسمعت عبد الله بن أبي يقول ما قال، فأخبرت عني، فانطلق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث وجحد. قال: فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني. قال: فجاء إلي عمي فقال: ما أردت إلا أن نقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبك والمسلمون. قال: فوقع علي من الغم ما لم يقع على أحد قط. قال: فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وقد خفقت برأسي من الهم، إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. ثم إن أبا بكر لحقني وقال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: ما قال شيئا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي. فقال: أبشر. ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر. فلما أن أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين، انفرد بإخراجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه الحافظ البيهقي عن الحاكم عن عبيد الله بن موسى به، وزاد بعد قوله: سورة المنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، حتى بلغ: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى بلغ: ليخرجن الأعز منها الأذل. وقد روى عبد الله بن مريعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير في المغازي، وكذا ذكر موسى بن عقبة في مغازيه أيضا هذه القصة بهذا السياق. ولكن جعل الذي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام عبد الله بن أبي بن سلول إنما هو أوس بن أقرم من بني الحارث بن الخزرج، فلعله مبلغ آخر أو تصحيف من جهة السنة، الله أعلم. وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا محمد بن عزيز الأولي، حدثني سلام، حدثني عقيل، أخبرت محمد بن مسلم أن عروة بن الزبير وعمر بن ثابت الأنصاري أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة المريسية، وهي التي هدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مناة الطاغية التي كانت بين قفل المسلل وبين البحر، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فكسر مناه، فاقتفى رجلان في غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك، أحدهما من المهاجرين والآخر من بهز، وهم خلفاء الأنصار، فاستعرى رجل الذي من المهاجرين على البهزي، فقال البهزي: يا معشر الأنصار، فنصره رجال من الأنصار، وقال المهاجري: يا معشر المهاجرين، فنصره رجال من المهاجرين، حتى كان بين أولئك الرجال من المهاجرين والرجال من الأنصار شيء من القتال، ثم حجز بينهم، فانكفأ كل منافق أو رجل في قلبه مرض إلى عبد الله بن أبي بن سلول، فقال: قد كنت ترجى وتدفع، فأصبحت لا تضر ولا تنفع، فقد تناصرت علينا الجلابيب، وكانوا يدعون كل حديث الهجرة الجلابيب. فقال عبد الله بن أبي: عدو الله،
والله لو رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال ما لكب الدخشن. وكان من المنافقين ألم أكن لكم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فسمع بذلك عمر بن الخطاب فأقبل يمشي حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن في هذا الرجل الذي قد أفطر الناس عض ربو عنقه يريد عمر عبد الله بن أبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر أقاتله أنت إن أمرتك بقتله؟ قال عمر نعم والله لئن أمرتني بقتله لأضربن عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس. فأقبل أسود بن حضير وهو أحد الأنصار ثم أحد بني عبد الأشهل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن في هذا الرجل الذي قد أفتن الناس أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قاتله أنت إن أمرتك بقتله؟ قال نعم والله لئن أمرتني بقتله لأضربن بالسيف تحت قرط أذنيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذنوا بالرحيل. فهجر بالناس فسار يومه وليلته والغد حتى مكة النهار ثم نزل ثم هجر بالناس مثلها حتى صبح بالمدينة في ثلاث سارها من قتل مشلل. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أرسل إلى عمر فدعاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عمر أكنت قاتله لو أمرتك بقتله؟ قال عمر نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو قتلته يومئذ لأرغمت أمه رجال لو أمرتهم اليوم بقتله لقتلوه. فيتحدث الناس أني قد وقعت على أصحابي فأقتلهم صبرا. وأنزل الله عز وجل هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا إلى قوله تعالى يقولون إذا رجعنا إلى المدينة الآية. وهذا سياق غريب وفيه أشياء نفيسة لا توجد إلا فيه. وقال محمد بن إسحاق بن يسار حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد الله بن عبد الله بن أبي لما بلغه ما كان من أمر أبيه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه فإن كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن الناس لما قتلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله بن عبد الله هذا على باب المدينة واستل سيفه فجعل الناس يمرون عليه. فلما جاء أبوه عبد الله بن أبي قال له ابنه وراءك فقال ما لك ويلك؟ فقال والله لا تجوز من هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه العزيز وأنت الذليل. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إنما يسير ساقة فشكى إليه عبد الله بن أبي أذنه فقال ابنه عبد الله والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما إذ أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجز الآن. وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أبو هارون المدني قال عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لأبيه والله لا تدخل المدينة أبدا حتى تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز وأنا الأذل. قال وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد أن تقتل أبي فوالذي بعثك بالحق ما تأملت وجهه قط هيبة له ولئن شئت أن آتيك برأسه لأتيتك فإني أكره أن أرى قاتل أبي. من فضلك تابع بقية المادة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يقول تعالى آمرا لعباده المؤمنين بكثرة ذكره وناهيا لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك، ومخبرا لهم بأنه من النهي بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره، فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ثم حثهم على الإنفاق في طاعته فقال وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فكل مفرط يندم عند الاحتضار ويسأل طول المدة ولو شيئا يسيرا ليستعطب ويستدرك ما فاته، وهيهات كان ما كان أوتي ما هو آت، وكل بحسب تفريطه. أما الكفار فكما قال تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم قال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون، أي لا ينظر أحدا بعد حلول أجله، وهو أعلم وأخبر بمن يكون صادقا في قوله وسؤاله ممن لو رد لعاد إلى شر مما كان عليه. ولهذا قال تعالى والله خبير بما تعملون. وقال أبو عيسى الترمذي حدثنا عبد بن حميد حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو جناب الكلبي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل رجعة عند الموت، فقال رجل يا ابن عباس اتق الله فإنما يسأل الرجعة الكفار، فقال سأتلو عليك بذلك قرآنا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، إلى قوله والله خبير بما تعملون. قال فما يوجب الزكاة؟ قال إذا بلغ المال 200 فصاعدا. قال فما يوجب الحج؟ قال الزاد والبعير. ثم قال حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن أبي حية وهو أبو جناب الكلبي عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ثم قال وقد رواه سفيان بن عيينة وغيره عن أبي جناب عن الضحاك عن ابن عباس من قوله وهو أصح، وضعف أبا جناب الكلبي. قلت ورواية الضحاك عن ابن عباس فيها انقطاع والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا سليمان بن عطاء عن مسلمة الجهني عن عمه يعني أبا مشجع ابن ربعي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة في العمر فقال إن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، وإنما الزيادة في العمر أن يرزق الله العبد ذرية صالحة يدعون له فيلحقه دعاؤهم في قبره. آخر تفسير سورة المنافقون
ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة. وفيما تبقى من الشريط إليكم ما تيسر من تفسير سورة التغابن. تفسير سورة التغابن، وهي مدنية وقيل مكية. الصفحة 73. قال الطبراني: حدثني محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقي، حدثنا العباس بن الوليد الخلال، حدثنا الوليد بن الوليد، حدثنا ابن ثوبان عن عطاء ابن أبي رباح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا مكتوب في تسبيك رأسه 5 آيات من سورة التغابن. أورده ابن عساكر في ترجمة الوليد بن صالح، وهو غريب جدا بل منكر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. هذه السورة هي آخر المسبحات، وقد تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات ببارئها ومالكها، ولهذا قال تعالى: له الملك وله الحمد، أي هو المتصرف في جميع الكائنات، المحمود على جميع ما يخلقه ويقدره. وقوله تعالى: وهو على كل شيء قدير، أي مهما أراد كان بلا ممانع ولا مدافع، وما لم يشأ لم يكن. وقوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي هو الخالق لكم على هذه الصفة وأراد منكم ذلك، فلا بد من وجود مؤمن وكافر، وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال، وهو شهيد على أعمال عباده وسيجزيهم بها أتم الجزاء. ولهذا قال تعالى: والله بما تعملون بصير. ثم قال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل والحكمة، وصوركم فأحسن صوركم، أي أحسن أشكالكم، كقوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وكقوله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، الآية. وقوله تعالى: وإليه المصير، أي المرجع والمآب. ثم أخبر تعالى عن علمه بجميع الكائنات السمائية والأرضية والنفسية، فقال تعالى: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. فلم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. يقول تعالى مخبرا عن الأمم الماضين وما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل والتكذيب بالحق، فقال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، أي خبرهم وما كان من أمرهم، فذاقوا وبال أمرهم، أي وخيم تكذيبهم ورضيء أفعالهم، وهو ما حل بهم في الدنيا من العقوبة والخزي، ولهم عذاب أليم، أي في الدار الآخرة، مضاف إلى هذا الدنيوي. ثم علل ذلك فقال: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، أي بالحجر والدلائل والبراهين، فقالوا أبشر يهدوننا،
أيستبعدوا أن تكون الرسالة في البشر وأن يكون هداهم على يدي بشر مثلهم؟ فكفروا وتولوا، أي كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل، واستغنى الله أي عنهم، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. يقول تعالى مخبرا عن الكفار والمشركين والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا يبعثون، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم، أي لتخبرن بجميع أعمالكم جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها، وذلك على الله يسير، أي بعثكم ومجازاتكم. وهذه هي الآية الثالثة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربي عز وجل على وقوع المعاد ووجوده، فالأولى في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي ربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، والثانية في سورة سبأ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى ربي لتأتينكم الآية، والثالثة هي هذه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا يعني القرآن والله بما تعملون خبير، أي فلا تخفى عليه من أعمالكم خافية. وقوله تعالى يوم يجمعكم يوم الجمع وهو يوم القيامة سمي بذلك بأنه يجمع فيه الأولين والآخرون في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، كما قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وقال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وقوله تعالى ذلك يوم التغابن قال ابن عباس هو اسم من أسماء يوم القيامة، وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النار، وكذا قال قتادة ومجاهد، وقال مقاتل بن حيان لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة ويذهب بأولئك إلى النار. قلت وقد فسر ذلك بقوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير، وقد تقدم تفسير مثل هذه غير مرة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول تعالى مخبرا بما أخبر به
في سورة الحديد: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهكذا قالها هنا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال ابن عباس: بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره، فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يهدي قلبه ليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال الأعمش عن أبي غليان قال: كنا عند علقمة فقرئ عنده هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فسئل عن ذلك فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما. وقال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الحديث المتفق عليه: عجبا للمؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وقال أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ابن هلعة، حدثنا الحارث بن يزيد عن علي بن رباح أنه سمع جنابة بن أبي أمية يقول: سمعت عبادة بن الصامت يقول: إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيل الله. قال: أريد أهون من هذا يا رسول الله. قال: لا تتهم الله في شيء قضى لك به. لم يخرجوه. وقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمر بطاعة الله ورسوله فيما شرع وفعل، ما به أمر وترك ما عنه لها وزجر. هو أمر بطاعة الله ورسوله فيما شرع، وفعل ما به أمر، وترك ما عنه نهى وزجر. ثم قال تعالى: فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، أي إن نكلتم عن العمل فإنما عليه ما حمل من البلاغ، وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة. قال الزهري: من الله رسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. ثم قال تعالى مخبرا أنه الأحد الصمد الذي لا إله غيره، فقال تعالى: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالأول خبر عن التوحيد، ومعناه معنى الطلب، أي واحصدوا الإلهية له وأخلصوها لديه وتوكلوا عليه، كما قال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. يقول تعالى مخبرا عن الأزواج والأولاد أن منهم من هو عدو الزوج والوالد، بمعنى أنه يلتهي به عن العمل الصالح، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
ولهذا قال تعالى هاهنا فاحذروهم، قال ابن زيد يعني على دينكم. وقال مجاهد إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه، فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن خلف الصيدلاني حدثنا الفريابي حدثنا إسرائيل حدثنا سماك بن حرب عن أكرمة عن ابن عباس، وسأله رجل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال فهؤلاء رجال أسلموا من مكة فأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين فهموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وكذا رواه الترمذي عن محمد بن يحيى عن الفريابي وهو محمد بن يوسف به، وقال حسن صحيح. ورواه ابن جرير الطبراني من حديث إسرائيل به، وروي من طريق العوفي عن ابن عباس نحوه. وهكذا قال عكرمة مولاه سواء، وقوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يقول تعالى: إنما الأموال والأولاد فتنة، أي اختبار وابتلاء من الله تعالى لخلقه ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. وقوله تعالى: والله عنده، أي يوم القيامة، أجر عظيم، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والتي بعدها: وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة سمعت أبا بريدة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعصران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعصران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. ورواه أهل السنن من حديث حسين بن واقد به. وقال الترمذي: حسن غريب، إنما نعرفه من حديثه. وقال الإمام أحمد: حدثنا شريح بن النعمان حدثنا هشيم أخبرنا مجالد عن الشعبي حدثنا الأشعث بن قيس قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقال لي: هل لك من ولد؟ قلت: غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابنة حمد، ولوددت أن بمكانه سبع القوم. فقال: لا تقولن ذلك، فإن فيهم قرة عين وأجرا إذا قبضوا. ثم قال: ولئن قلت ذاك إنهم لمدبنة محزنة. تفرد به أحمد. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمود بن بكر حدثنا أبي عن عيسى عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد ثمرة القلوب، وإنهم مدبنة مبخلة محزنة. ثم قال: لا نعرفه إلا بهذا الإسناد. وقال الطبراني حدثنا هاشم بن مرثد حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثني بلم بن زرعة عن فراس بن عبيد عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس عدوك الذي إن قتلته كان فوزا لك، وإن قتلك دخلت الجنة، ولكن الذي لعله عدو لك ولدك الذي خرج من صلبك، ثم أعد عدو لك مالك الذي ملكت يمينك. وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، أي جهدكم وطاقتكم، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقد قال بعض المفسرين كما رواه مالك عن زيد بن أسلم إن هذه الآية ناسخة للتي في آل عمران، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير
حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء وابن دينار عن سعيد بن جبير في قوله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورست عراقيبهم وتقرحت جباههم، فأنزل الله تعالى هذه الآية تخفيفا على المسلمين فاتقوا الله ما استطعتم، فنسخت الآية الأولى. وروي عن أبي العالية وزيد بن أسلم وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقوله تعالى واسمعوا وأطيعوا أي كونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسوله ولا تحيدوا عنه يمنة ولا يسرى ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا تتخلفوا عما به أمرتم ولا تركبوا ما عنه زجرتم. وقوله تعالى وأنفقوا خيرا لأنفسكم أي ابذلوا مما رزقكم الله على الأقارب والفقراء والمساكين وذوي الحاجات وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن الله إليكم يكن خيرا لكم في الدنيا والآخرة وإن لا تفعلوا يكن شرا لكم في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون تقدم تفسيره في سورة الحشر. وذكر الأحاديث الواردة في معنى هذه الآية بما أغنى عن إعادته هاهنا ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم أي مهما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ومهما تصدقتم من شيء فعليه جزاؤه. ونزل ذلك منزلة القرض له كما ثبت في الصحيحين أن الله تعالى يقول من يقرض غير ظلوم ولا عدين، ولهذا قال تعالى يضاعفه لكم كما تقدم في سورة البقرة فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ويغفر لكم أي ويكفر عنكم السيئات، ولهذا قال تعالى والله شكور أي يجزي على القليل بالكثير، حليم أي يصفح ويغفر ويستر ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات، عالم الغيب عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم تقدم تفسيره غير مرة. آخر تفسير سورة التغابن ولله الحمد والمنة. تفسير سورة الطلاق وهي مدنية الصفحة 77 و300. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. خطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا تشريفا وتكريما ثم خاطب الأمة تبعا فقال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن فواد بن سعيد الهباري حدثنا أسباط بن محمد عن سعيد بن قتادة عن أنس قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فأتت أهلها فأنزل الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فقيل له راجعها فإنها صوامة قوامة وهي من أزواجك ونسائك في الجنة. ورواه ابن جرير عن ابن بشار عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة فذكره مرسلا. وقد ورد من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. بهذا القدر من تفسير سورة التغابن ينتهي التسجيل. انتهت هذه المادة ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.